أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامج وجوه. ضيفي الليلة الشاعر عبد الله الحيلاني. يا مرحبا يا عبد الله. الله يبقيك. النور نوركم، وأنا سعيد بوجودي مع القناة شاهد مع برنامج وجوه. الله يطول عمرك ويسلمك. الله يسلمك أبو خالد. عبد الله، وين كنت قبل شاعر المليون؟ والله قبل شاعر المليون موجود طال عمرك في المنتديات، قبل في تويتر والإنستغرام. نعم، لكن ما فيه محسوبية نوعا ما بالموضوع. كنت حاسس لك متابعين في ذيك الفترة قبل؟ فيه، لكن ما هي المتابعة اللي تحمسك انك تكتب جديد او تسعى انك توصل مكان بعيد، لان المتابعة ما كانت من ناس وراهم ناس يشوفونك. طيب انت كشاعر يعني معتمد على الحماس انك تكتب، ولا تعتمد على احساسك، تعتمد على؟ والله هي على حسب. انت احيانا تمر بموقف تكتب، واحيانا ما عندك موقف بس لازم تكتب عشان تبي توصل. ايه. فاللي يساعدك على الكتابه الناس اللي تتابعك، اللي ينطرون جديد عبد الله، هم اللي يساعدونك انك تكتب حتى لو ما عندك معاناه او ما عندك شيء. من قبل ندري ان الشاعر فيه كذب. الله يكفينا شر المعاناه، لا شك ان عذب الشعر اكذبه. لكن متى حسيت بان انك جدير انك تروح؟ هل انت يوم انك تروح للشاعر مليون مثلا نصيحة من الأصدقاء، ولا رحت أنت بقرار من قرار من نفسك؟ والله أنا بكرة أنا ماشي بروح شاعر. أنا من قبل من بداية شاعر مليون كنت أطمح إني أوصل شاعر مليون، إنه كان المنبر الوحيد اللي يقدم شاعر بصورة ممتازة. نعم. وكان عمري ناقص، شروط البرنامج من 18 سنة إلى 45، أنا كنت ناقص عن 18 سنة. السنة هذه اللي هو الموسم السادس كملت 18 سنة، لكن ما كان عندي الحماس اني اشارك، لان البرنامج من فتره لفتره بدات المتابعه تقل. نعم. فشار علي واحد من ربع الشاعر متعب بن سعيد العتيبي الله يذكره بالخير. نعم. يستاهل. قال يا ولد ليه ما تشارك؟ قلت يا ولد اشارك، اساسا ما عندي قصيده رصيد او شيء. لا، في قصايد لكن ما عندي قصيده احس انها بتوصلني لبعيد. صحيح. قال يا ولد في عندك قصايد واجد، قاعد يعدد لي من قصايدي اللي تساعد اني اشارك. ايه. قلت على خير ان شاء الله. ثاني يوم رحت، هذا كلام كان أول يوم، هم 3 أيام في الكويت. ثاني يوم شاركت والحمد لله جازاني اللجنة وكان حضوري جميل. الحمد لله. وإن شاء الله إني جملت. بعدها تأهلت. طيب عبد الله، إحنا طمعانين نسمع قصيدة اللي شاركت فيها في اللجنة. في الجولات؟ حاضر. دائما يقولوا الشاعر يضع كل ثقله في قصيدة المشاركة الأولى، فودنا والله نسمعها. يقول يا وجودي ونفسي باغية ومحروم، كل ما غثر بتجمع تحلويت معها، احسب ان الليالي مثل قلبي رحومه وثر مقسى من الدنيا ودوره رحاها، مر شهرين والنفس الكتومه كتومه، شيبت عقرب الساعه يبحث خفاها، يهن اللي سهر ليله وغيب نجومه ووقد الشمس للعالم ووزع سناها، عاشق يكتب احساسه ويحكي همومه من بعد غيبة اللي ربع عمره معاها، كانت أجمل من يسليه بأطراف يومه، لين راحت تجر أحلام عمره وراها، بعدها أي طاري يحرم حلو نومه، بعدها كل حاجة مغرية ما بغاها، بعدها ما يواسي دمعه إلا كمومه، كل ما مرت الذكرى وهزه غلاها، عاذله لا تسولف فيه ولا تلومه، أنت ما شفت ضحكتها وجرت أخطاها، والله أنه صبر حتى تلاشت عزومه، وش يسوي وهو ما هو ضمن قرباها، دونها حصن شايبها وقسوة سلومه، والله لتبطي سنينه وهو ما خذاها. يا سلام. وانت سالم؟ صح سالم. صح بدنك. عبد الله، شنو حكايتك مع الدكتور غسان؟ والله ما من حكاية، هو الاختلاف كان على شطر اللي أشوف هو إنه في خلل، إنه في حرف ناقص،
وانا كنت اشوفهم سليم ما في شيء، لانهم نفس ما تقول يفعلون البيت عندهم على التفعيله مستفعيله مستفعيله فاعل اللي هم يعرفونه احنا ما نعرفها، فعندهم هم انه في شيء ناقص، احنا عندنا لا ما في شيء. واذكر وقتها ان اللجنه بعد اختلفوا، وثاني يوم في برنامج المغاني اللي تبع شاعر المليون تكلم الاستاذ بدر سوق والاستاذ تركي المريخي وقالوا ان بيت عبد الله كان سليم، لكن يمكن اختلفت اللهجه على الدكتور. صح اللهجه احيانا هي نعم، وما بيني وبينه خلاف، وحتى ظاهر انه حس ان في احد ان عبد الله شايل عليه، لان في التكريم اللي هو بعد اخر حلقه قال يقولون انك زعلان علي وهالشكل، قلت لا والله ماني زعلان، في وجهات نظر، انت تشوف ان فيه خلل، انا ما اشوف فيه شيء. وبالنهايه انا اكتب شعر للناس، فاذا الناس تميز راح تعرف من الصح ومن الغلط. كلام طيب، ردك طيب. الحمد لله. طيب لما قالوا لك انك بال 48 كيف كان شعورك؟ والله هم كانوا متكتمين على الشيء هذا. اي واضح. فيدقون عليك يقولون انت مع 48 لكن لا تعلم احد، طيارتك اليوم الفلاني اللي بعد يومين. فانت ما تقدر انك ما تعلم احد، تعلم ابوك اهلك. تبشرهم انك. اي تبشرهم انك انقبلت وانك راح تسافر، ما تقدر تسافر. طبعا المية انت دريت فيها. اي انا دريت المية، المية هي دقوا علي قبلها بس ما كان في. عفوا تدري فيها وانت باللجنة؟ شلون؟ المية. لا لا ولا تدري فيها يتصلون عليك؟ لا لا يتصلون عليك اللجنة. شنو البطاقة البيضاء والبطاقة الذهبية؟ البطاقة الذهبية كانت إذا واحد من اللجنة راهن على الشاعر، يعني شاف إن الشاعر هذا كفو وراح يبدع في المراحل الجاية. ممتاز. يصرف له كرت ذهبي أهل المية دايركت، ما في تصفيات، لأن اللي مقدمين على البرنامج أكثر من 2000 شاعر. يعني مو 48 دايركت، المية دايركت. مو دايركت، المية. توقف على المية. دش الاختبارات هذه كلها ما يدش الحساب، ما يدش التصفيه والفارس. لا يتاهل على طول المية عاد اختبارات نفس ما تقول واحد من ربعي يقول ما باقي الا يقرعونا بس دوره عسكريه. ايه صح، يقعدونك الصبح وتروح اختبارات نفسيه واختبارات على الوزن واختبارات يعرضوا لك فيديو اكتب عليه وقت قصير، تطلع على المسرح ارتجال قدام اللجنه والشعار ربعك الموجودين. والله شيء حلو ترى، انا من وجهه نظري ان يطلعون الشاعر صح. بالعكس ايه هو شيء ممتاز، وبيني وبينك حتى شعار المياه يحسون انه ما فيه ظلم، ما فيه مصفوطيه، ما فيه واسطه، لان لو في واحد بيتزاهل شاعر مثلا وبيدخله ما يقدر يدخله اذا الرجال مو شاعر ما ارتجع على المسرح، يعني كسر ربعه الموجودين كلهم شافوه وهو يكسر. زي الاختبارات هذه كلها عبد الله على المياه ها؟ مو على 48. لا لا من المية، لا المية هم يدشون الاختبارات هذه، دورة الاختبارات. المية يدشون الاختبارات هذه ويطلعون من المية 48. تعتبر درجات، يوزعون درجة اللجنة درجات على الشعار كلهم، أعلى 48 درجة يدخلون البرنامج. عدل عدل. والحمد طيب. لله الله كتبك لنا منه. خلنا نسمع قصيدة ونرجع الموضوع. حاضر. خذاني الضيق لحظان السهر والحزن ما نام، اليوم أنا غير وليال العمر فيها غرابة، حتى خوي بعد كنا لبعضنا درع وحزام، شهرين ما شفت له في الواتساب جاري الكتابة، لا يحسب انه يغيرني على الاصحاب الاعلام، انا هنا لخلف الدورات وقته ما هقابه، ما اعرف اخليه خلفي واهدي ايامه للانسام، اعرف اصارح مالك زود، اعرف اصارح وارفض صدته واقبل عتابه، لكن هذه هي الدنيا وفي الجوال الأرقام تلقى بهم خير تم من خنذف وعزوة شبابه، يمضي بنا الوقت وانتيه في ضلال ونرسم أحلام وقلوبنا ما لها قدرة على الوقت وعذابه، ومتني اللي عليه من الحمول أضعاف الآثام ولزل تجاريه في حموله ودرج له ركابه، يا ودي ياخذ من الماضي فرح وارميه قدام صغير والدرب قدامي طويل وما نيابه إلا من الطاري اللي لا اعترضني مقدر أنام، يا ليت قلبي حديد وذكرياتي ما تشابه، علمني الوقت كيف أقابل الضيق بتبسام مثل ما علمني الحب أكتم شعوره وهابه، يا لايميني على صوت الحزن وشلون بنلام، لا صار ما في يدي حيلة وفي وقتي صلابة، خلوني أسجل أرض الفانية وأعد الأيام ما عاد فيني على جار الزمن حلم ورتاب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. معلش نعرج على هالمشوار الحلو اللي دخلته
والمليون لان فيه اثاره. ايه وجهه نظرك عبد الله، الشعر اللي شارك وياك وكذا تحس انهم بالقوه اللي ولا كان الواسطه دور ولا؟ والله انا ما ودي اتكلم انها وسايط وما وسايط، لاني انا دخلت بشكل عام، نظره بشكل عام الفريق بشكل اللي عام والله عام. انهم يجملون وفي شعر، بس انا سمعت انهم تفاعلوا بالكويتيين اكثر لانهم كانوا يعني عدد تفاعلوا في الكويتيين قريب. هي في البدايه العالم استشطت مع الشعراء الكويتيين، لان حتى في حلقات الجولات كانوا اللجنه في جوله الكويت يتكلمون عن شعراء الكويت والكميه المهوله من الشعر اللي لقوها في الجوله، فكانوا يراهنون عليها في المراحل اللي قدام، والعالم بدأت تدور عاد شعراء الكويت شو بيسوون قدام، وصلوا شعراء كويتيين يجملون والله، لكن يمكن بعضهم اللي خالفه أو خلينا نقول سوء الاختيار، وفيهم اللي لا قدموا والله قصيد وحضور لكن ما حالفهم الحظهم إنه يكملون، يمكن تصويت يمكن أشياء ثانية ما ندري عنها إحنا. طيب متى أنت طلعت من أي مرحلة؟ طلعت من 24. من 24. لا. إيه بسبب التصويت. إيه والله حولوني تصويت. إيه. وفي نسب التصويت كنت الثاني، لكن اللي ما نجحني درجة اللجنة كنت نازل، فارق الربع اللي وياي في الحلقة فارقين عني في الدرجات يمكن حوالي 5%. 5% 1% يمكن يعادل 10,000 صوت تقريبا. طيب هذا طبعا بالتأكيد ما يلغي شعريتك ولا إبداعك يا عبد الله. الله يجزاك خير. تحس ان الجزء اللي شاركت فيك له صيته عند الناس له؟ اي والله الحمد لله. انا اذكر اول ما طلعت من 48 تأهلت ورديت الكويت ثاني يوم، وصلت يمكن الساعة 10 في الليل، الصبح رحت الجمعية اشتري اغراض، وانا طالع من الجمعية الا واحد ما اعرفه شباب قال فالك التوفيق، وجملت العرضية لاني طريت العرضية على المسرح، فكان الرجال ما اعرفه وكلام، ف دريت اني وصلت الكمية كبيرة. طيب إيه؟ إيه؟ احساس طيب انك الحمد لله عند الناس وكذا. إيه؟ إيه هذه ميزتها. طيب بهذا اعزائي المشاهدين نطلع مع هالفاصل ونرجع لكم مرة ثانية ان شاء الله. تقف على اطراف الهدب وما شافتك عيني، صافحتني ومدري يدك هي لمست يديني. تقف على اطراف الهدب وما شافتك عيني، صافحتني ومدري يدك هي لمست يديني. سلم ابرد السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل من وين ومنين ومتى؟ بالله ذكرني، بالله ذكرني متى جيتك انا في ليلة شتا، تهزني ريح الشمال، محتاج انا البسمة وشال، تركتني البرد الطريق وانا على بابك، اتذكر انك قلت لي بالله وش جاب، ودعتني قبل السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي حصل بينك وبيني. تخيل اليوم لعيوني السما والأرض البعيد، اليوم لعيوني السما والأرض البعيد، اليوم والغير كان يطري على بارز قصيد، اشتقت للقلب الخلي وش هم لو تعتب علي، جيتك انا في ليلة ألم قلبي على كفي، همست لي روحي يا غريب الشوق ما يكفي. سل أبرد السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل
عدنا معك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل وبرنامج وجوه والشاعر المبدع عبد الله الحيلاني. مرحبا يا عبد الله. الله يبقيك طال عمرك. انسان مبارك. سعادتك يا رب. عبد الله انت اختلف وضعك، حسيت في اختلاف ما بين شاعر المليون قبل وبعد؟ اي والله اختلاف كبير، حتى طلب يعني امسيات ومناسبات لقاءات وحتى مناسبات القبيله فيه يدقون، لان انت صار لك صيت مثلا عندك القبيله فيدقون عليك وتجيك طلبات. منها طلبكم هذا، الله يسلمكم وشرفتونا. شرف شرف لنا احنا. الله يسلمك. زين عبد الله، هناك شعراء يقال انهم ظلموا في شعر المليون، من باعتقادك يعني عد لي كم اسم انه والله فلان انظلم، يعني حس المفروض انه يتقدم يعني مراحل متقدمه اكثر؟ والله يعني ثلاث اسماء اربع اسماء من اللي والله ما والله حرام انه يطلع يعني في مراحل مبكره. والله المبدعين واجد اللي وصلوا 48 وطلعوا، وقلت لك يمكن سوء الاختيار القصيده او الموضوع اللي تناولوه انه موضوع المشاركه في البرنامج اللي تطرقوا له اللي قبل، والشيء اللي ملت منه اللجنه وملوا منه العالم، فهم يبون واحد مغاير. سوء الاختيار هو المساهم الكبير في خروج الشعراء المبدعين من الدور الاول. انا ما والله ما ودي اذكر لك اسامي واظلم ناس ثانيين، لكن من الاسامي ناصر مناحي الدوسري. أيوة. شاعر كويتي، يعني شاعر قبل شاعر مليون احنا نردد قصايده ونحفظ له. في شك. واتمنى والله انكم تستضيفونا في برنامجكم، لان برنامجكم ما يستضيف الا المبدعين. تشرف. هذا الكلام يسمعه خالد المريسي. خالد محمد. نعم. نعم الله يسلمك. فهو من الناس حتى قصيدته كانت انا اشوف انها فارقه، حضوره كان ممتاز، لكن سوء الحظ. في التصويت ولا في من اللجنه؟ لا اللجنه توزع درجات وتصويت بعد. انت لو في شاعر كان ماخذ حتى من المواسم الاولى كان يوسف العتيبي ياخذ درجات متدنيه من اللجنه الموسم الاول. اي نعم. كان ياخذ درجات متدنيه من اللجنه لكن يفرق في التصويت. أي نعم. التصويت هو اللي نجح. اي نعم. فاشوف ان ناصر مناحي ما اخذ حقه في شعر مليون. ومن الاسامي اللي ما اخذ حقه. استاهل مميز وكان مبدع في المراحل. اي والله استاهل ابو مناحي. طيب عزوف عبد الله عن الاصبوحات والامسيات خصوصا بعد شعر المليون، يفترض انك انت تكون متواجد وتحافظ على هذا الضوء اللي والله هو الواحد بما ان مثل ما قلت انت جاني ضوء، المفروض اني احافظ على الضوء هذا او احاول اني اوسع المنطقه اللي انا فيها، اوسع النطاق اللي حولي. اكيد انا كانت تجيني اصبوحات مع شعراء ونعم فيهم وفي شعرهم، بس اساميهم ما كانت ظاهره. أنا أبي أجي أسبوعها أستفيد من وراها متابعين، فما أبي أجي أسبوعها معي شاعر يمكن نفس شهرتي أو أقل، أنا ما أستفيد من هالناحية. فأبي شاعر مثلا مشهور أو مش مشهور لدرجة خليجية، أنا كويت بس أبي في الكويت مشهور أطلع مع أسبوعها أستفيد من متابعينه، أستفيد لأني أنا إن شاء الله إن كل إنسان طموح، أنا ودي أن يكون وصل مرحلة كبيرة. فالأسبوعات هذه ما كانت تخدمني او ما تعطيني الضوء اللي انا بيه. ممكن عبد الله، بس انا يعني انا رايي انه يعني حتى لو كان شاعر غير معروف وكذا، يعني بهذا العمر الله يعطيك طول العمر، يعني يفترض انك تقبلها، خصوصا انك توثق اسمك على الاقل بغض النظر عن فلان وعلان. يعني الشاعر المشهور اللي تبي اللي ودك انك تكون معاه ممكن هو يخرب مشوارك هذا كله بسبب قوه حضوره، ممكن يكون هو عنصر المفاجأة في الأسبوعة فأنت ينهي مشوارك فعلا الشاعر. بس ما نختلف أن الثقة بالنفس لازم تكون موجودة، وإن شاء الله أني أنا أشوف أن عندي شيء وأطمح أني أوصل في الشيء هذا المكان بعيد، لأن الشيء هذا يستاهل يوصل مكان بعيد. جزاك الله يعينك. والله في ناس عليهم إلقاء ثوري واللي عليه شيلات والله هذا بعيننا الله إن شاء الله عليهم كلهم. إن شاء الله بالتوفيق. الله يسلمك. خلنا نسمع قصيدة عبد الله. حاضر، بعطيكم البويتات اللي قريبة من نفسي وأحس إنها ما أخذت حقها. قل خويتي في الدروب البيض والسود، اليوم جو القصايد في قلباني، أخذيني الشاعر اللي ما علي زود وخليني أدخل معك في جو ثاني. البارحة هبت الذكرى مع النود، ليت الجنوبي قبل يلفح نساني، ما فيه نسمة تحرك لين العود إلا تغير على البيدة مكاني. يما المكان القديم تقودني قود، وماني مخير بما أفعل، وماني خبل ما يخشى من أهل الدين
منقود، يا ما كتمت الشعور اللي ملاني انا لساني، انا الاسرار معقود ليت الشعر ما نقض عقده لساني. يا سلام يا سلام يا سلام. الله يسلمك. طيب هل انت مع التجديد في مساله الشعر؟ التجديد اللي هو تحديث المفرده؟ النص بشكل عام. ايه المفرده؟ هم دائما يقولون تحديث المفرده. والله هي انك ما ودك الحين بعد تجي على مثلا لقاء تلفزيوني ولا اسبوعه وتقول الكلمات اللي احنا ما عدنا نقولها الحين، نعرفها ونعرف معناها. عفوا عبد الله، مو بالكلمه، التحديث حتى في الرأى، يعني رأى الشاعر. انت لما قلت لين العود وش يقول البيت اللي بيلين العود؟ ما فيها نسمه تحرك لين العود الا تغير على البيدة مكان. الا تغير على البيدة، ترى هذا تجديد. انا اتكلم تجديد الفكر، تجديد الخيال، تجديد الصوره. اي يعني انا معاها، مو تجديد المفرده. تجديد المفرده هم الناس يعتقدون بان الحديث او ان التحديث النص انك تحط مفرده جديده، هذا غلط. مش مفرده جديده انك تخترع مفرده، لا. أيه؟ المفرده الجديده انك تقول الكلام اللي احنا نقوله في وقتنا الحالي، ما تجيب أيه؟ كلام جداني وجدانك اللي فيه البعض ما يعرفه. عموما هو التحديث مو باختيار الكلام اللي قال في العصر الحالي او في الفتره الحاليه. والله يمكنني ما اعرفه. والله انا استفيد منك. عن يعني هو هي الصوره، رؤى الشاعر، خيالاته، مو ما هي محصوره على المفردات. عموما هل انت مع التجديد هذا اللي بشكل عام ولا تبي تستمر على الوضع التقليدي او صوره القصيده التقليديه النمطيه اللي معتادين عليها المفهومه الواضحه؟ لا لا، الدهشه لابد منها. الدهشه لابد منها، هي اللي تجذب المستمع. تلاحظ في تشابه ما بين طرحك وطرح مثلا بعض عيال جيلك او شباب جيلك، انه والله هم تشابههم في الطرح، ما تلاحظ انه نفس الاسلوب نفس النهج نفس الطريقه؟ هذا على حسب تأثرهم، يمكن الشاعر الفلاني والشاعر الفلاني كانوا معجبين في الشاعر الفلاني اللي قبلهم سابقهم، فتحس ان قصايدهم نفس قصايده، وهي ما هو تشابه كثر ما هو تأثير، هذاك مأثر فيهم حيل مثلا، فتحس انهم كلهم نفس اللون. فيه الالوان واجد، لكن مطلوب ان شاء الله اني افرق عن مطلوب التميز، يعني المفروض واحد يظهر بين هالمتشابهين. هو يعني لابد، انت اذا ما فرقت عنهم ما راح توصل لمرحلتهم، لأنك راح تلقى وراهم، بس لا فرقت راح تروح قدامهم. في صعوبة الحين مسألة البروز ولا سهل أنك تكون؟ سهل صعب. فسر لي. قالوا العالم أنه خلاص في تويتر ما حد محتاج الإعلام، ما حد محتاج كلامك اكتبه. طيب كلامي بكتبه المنو؟ الربعي جماعتي. الحين في اللي مو شاعر تلقى من اللي ضايفينه، ربعه يا العم أخوياه الخاصين معارفه، بس انت شاعر تبي توصل لدرجه الناس ما يعرفونك بعد. صحيح. لو انت اكتب في تويتر عبد الله الحيلان وما حد يعرف عبد الله الحيلان الا اخوياه وربعه، وطلع بمحفل واحد عرفوه خمسه سته ما كانوا يعرفونه ودخل تويتر، من اللي بيلحقه؟ 100 واحد، 200، 300، 400، 500، 1000، 2000. 1000 2000 اصلا ما هو عدد كافي انك تكون شاعر. الشاعر الحين اكثروا بعد الاشباه الشعراء. يكتب متذوق شعر وما ينزل الا الشيء الحلو وتلقى عنده متابعين اكثر من الشعر. اي لانه هو يختار. ايوه جميلة. اختياراته جميله ويلحقونه ناس اكثر. الناس يقول انا والله نسيت السؤال ويمكنني شديت عنه في مواضيع ثانيه. لا انت متابع، انت مسترسل بشكل جيد، بس هذا المتذوق ممكن يتسبب في لفت نظر المتابع لك. انا باخذ طيب. بيت من عبد الحيلان، بيت من فلان. اي من بس فلان. انا اخذت البيت هذا ما اكتب اسم شاعره تحته. هذه الحين جروبات الشعر هذه مشكله، ينشرون وما يكتبون اسم الشاعر، وتلقى اللي يلحقونهم 100,000، اللي يلحقه 100 وعليها، وحسابه ماشي وفي ازدياد، الله يزيدهم ان شاء الله. لكن التفتوا لنا يا اخوي واعطونا من بيوتنا اللي تنزلون، حطوا اسامينا، نبي متابعين احنا، نبي نوصل مثلكم. تويتر تحس انه خدم؟ خدم والله، في ناس ما كنا نعرفهم قبل تويتر. وفي تويتر بعد لو الدول في ناس يقولون زحمه تويتر، وين العالم سياسه واقتصاد وغيره وغيره. لا لا، انت على حسب اللي انت ضايفهم، هو فيه الفولو والانفول. اي نعم. انت تبي الشعر ضيف اهل الشعر اللي ما ينزلون الا الشعر، تلقى الشعر. صحيح. تبي سياسه ضيف اهل السياسه. فانت كانك تبي الشعر دور اهل الشعر وتلقاهم وضيفهم من حالهم وما له شغل في السياسه. شعراء ولا متابعين؟ شعراء. انت تبي في المتابعين؟ متابعين انت متابع، تروح تلحق واحد متابع، يمكن المتابع هذا ما يرتوت الشعر. بالعكس، انا من باب انساني يشرفني اني اتابع متابعي، اللي تابعني يشرفني كعلاقه انسانيه.
ولا أنا أتابع يعني شاعر صديق على عيني وراسي أضافني أضيفة بس طيب المتابع بس عندي طالما يا أخوي اختارني من بد الشعراء يشرفني إني أختار. طيب يشرفنا كلنا بس أنا بعد ما بس هل أنت مع سياسة أنك ما تضيف متابعينك على أنك تقلل العدد اللي عندك؟ مو على أني أقلل العدد لأني أنا أبي أقرأ، أنا ضايف شعارة عندي وضايف سياسيين وضايف مغردين طريفين، فأنا ضايف هذول أبي أقرأ لهم. أنت تبيهم بس؟ إيه اللي أنا أبيهم، أروح أضيف العالم كلها هالشكل تايم لاين، أسوي تحديث 7000 تغريدة ما يمديني أقرأ شيء. أها هذا السبب اللي إيه هذا اللي ما يخلي الواحد يضيف عدد كبير. طيب نسمع قصيدة عبد الله. يقول يدور بك الزمان ويطلع لك من الوجيه وجيه، وانا لي وجه واحد ما تلقى غير محرابي، مالك زود احس ان الدروب مسكره وان الخطاوي تيه، ولا زلت اتشبث بالصبر وادرج ركابي صغير، وماني محتاج للتنبيه والتوجيه، انا شجره على الطلعه البعيده طير اسرابي، يا كم عانيت من قلبي كثير وما سألته ليه، وانا اللي ما انتظرت في شارع الحسرات غيابي، اواجه كل طعنة بابتسامة والظلام اسريه، وانا امسك دمعتي من ضيقتي واهدي اعصابي، وتمر الذكريات في بالي المزحوم وافضيه، وانا مليه بتفاصيل الهوى ومفارق احبابي، حبيبي هذا انا من رحت عني كل درب اطويه، ادور درب يملاه بوجودك صوت ترحابي، ولكن حبيبي هذا انا من رحت عني كل درب اطويه، ادور درب يملاه بوجودك صوت ترحابي، ربت في عيوني طيوفك طفل للساحش اهاديه، واذا روق ونام ببسمته لحفته اهدابي، ولكن وش في يدي والليالي ما لها تشبيه، عسى الله لا يجيب صدوفها وتزل بصحابي، انا اعرف الزمان ان جاي يدور يدور باللي فيه، ويا خوفي لي ادار الزمان يغير ثياب. يا سلام يا سلام. سالم. طيب عبد الله ابي تغير قصائدك بتغيير المنبر؟ اكيد لما تجي في منبر قبيله ما تقدر تجيب غزل، شكله على حسب المنبر او ايه على حسب المنبر، تجي بصبوحه بتجيب غزل وبتجيب عاطفي. صارت معك؟ اكيد في محافل القبيله ما تقدر تجيب غزل، لازم قصيده في مدح القبيله ولا تحس ان الغزل منقود يعني، هم شيبانك اكتبوه قبل، شيباني اكتبوه قبلي وانا اكتبه وسمحه شيباني في الديوانيه، لكتبت قصيده غزل جديده طيب جيت عند شيباني قلت يبان عندي قصيده وسمعتهم، لكن على منبر مثلا قبيله مثلا ملتقى القبيله وجيت تبي تقصد تروح تغزل وينك رايح يا اخوي، اقعد وما اقصد مثل ريجي المدح ولا استريح، الغزل خله في وقته. عموما صح لسانك في كل ما قلته. الله يرضى لي عليك. طيب الساحة الشعبية ايش رايك فيها؟ الكويتية؟ حاليا الكويتية؟ اي والله ما تقدم للشعراء شيء. شعراء الكويت؟ لا والله. يعني يمكن هلا فبراير، وهلا فبراير ما كل واحد ما كل شاعر مبدع يجي. يمكن يوم قبل السنين اللي طافت كانوا يستقبلون شعراء كويتيين شباب. اذكر سووا امسية شباب وامسية لا. ومسيت شباب جابت شعراء شباب مبدعين منهم أحمد المجاحمة الله يذكره بالخير ومنهم فهد الصعيري، ف طيب أوكي بس أنتم بهالشكل استمريتوا سنة واحدة وبعدها رديتوا وما كان فيه حضور وما كان فيه إعلانات وما كان فيه الزخم اللي كان موجود في الكويت قبل، مهرجانات فاتت ما كانت ما في الزخم اللي قبل، يعني قبل الكويت كانت هي المنبر للشعراء، يجونها الناس من السعوديه ومن قطر ومن الامارات ويسوون عندكم يبون جماهير صحيح، عشان هالشكل بعد يقولون جمهور الكويت نخبوي ودول الساحه الكويتيه ما هي مثل قبل، لا لا ما هي مثل قبل وما تقدم للشعراء شيء، الحين لو تروح الامارات مثلا يا اخي مسابقات شعريه حتى يقدمون مكافآت للشعار، الشاعر اللي جاهم يستفيد ماديا ويستفيد اعلاميا. اي نعم عز الله صحيح. طيب تؤيد مساله الديوان المسموع انك تطرحه في بعد فتره من المرحله من العمر يعني ان شاء الله بعد عمر طويل إيه. مثلا 25 سنه تطرح ديوان بعدها بخمس سنوات والله توثق مرحله يعني ايه هو مطلوب الكل شاعر لازم يكون عنده مكان العالم لو بغيت تسمع قصيده تجي. الحين موجود عندنا تويتر وديوان الصوت، وتويتر ما يغني عن الديوان الصوتي او المقروء لانهم يخدمون الشاعر صحيح، ف
في عدة مجالات، يعني مثلا مسافر مريت لك محطة، من الشعر اللي عندك؟ الشاعر الفلاني. الشاعر الفلاني من هو؟ عطر خلنا نسمع لك. وانت لو بغيت تمسك خط لازم انك شيلات، لازم قصيد، لازم تطلع مكة مثلا، لازم ان معك شعره منشد ولا شاعر. منشد ولا شاعر. طيب انت تعيد مسألة الديوانية؟ ديوانية انا وياه. في نية؟ لا حاليا لا والله ما في، يمكن في الايام اللي جايه او في السنين الجايه، ما هي الايام الجايه. انت ناوي حاليا؟ لا لا، حتى الديوان المقروء ماني ناوي له. لازم تكون رصيد، لازم تكون انتشار عشان انت لا مثلا في الحال يا عبد الله، يعني الناس الان يدورون الصوتيات، يدورون التصاميم هذه اللي عليها صوتيه وكذا، لو كانت سوالف الانستغرام مطلوبه. طبعا هذا لكم، يعني هذا هو الحين نافذتكم، هو اللي يسوق لنا للشعراء الكل، مو بس اي بس انت ما تقدر مثلا تروح للمصمم تقول له يا ولد صمم لي، فهو اللي لا لقاك وعجبه شيء سوالك، وما هو يعجبه كل شيء، يمكن يلقى صوره واحده عنده. ليش الشاعر ما يقول بيتين؟ ما يقول المصمم صمم لي؟ لا انا عن نفسي ما اقول، كان غيري يقول ما ادري. كثير من الشعراء يجيب مصممين ويحاسبهم. فيه اللي فيه مصورين 50 50 دينار يصور لك 5 صور. طيب هذا مش واضح نجوميتك، يفترض انك ترهي عليه يعني. لا تو تؤمن في مساله ان النجوميه والناس تخدمه؟ مو هو الناس تخدمك يا اخوي، انت تبي عبد الله الحيلان وتشوف ان عبد الله يستاهل يوصل. يستاهل يوصل. وعندك بس عندك شغله تساعد عبد الله، تعال يا اخوي حط شغلتك هذه تصميمك، سو تصميم ودزه لعبد الله. انا اللي دزوا لي تصاميم انزلها في الانستغرام عندي، تو جاني تصميم ان شاء الله بنزله بعد اللقاء. طيب عزيزي المشاهد نطلع مع الفاصل، نرجع لكم مره ثانيه ان شاء الله. إن كان ما هذا الغلط منك عليك يردني، ما ردني حبك ولا لك ردني دمعا ذرف. إن كان ما هذا الغلط مني عليك يردني، ما ردني حبك ولا لك ردني دمعا ذرف. علقني بصمتك على جفن الجروح وشدني، واكتبني أول من بغلطاته تباهى واعترف. علقني بصمتك على جفن الجروح وشدني، واكتبني أول من بغلطاته تباهى واعترف. عد الغلط مفتاح شبك البياض وعدني، مفتاح قلبك كل ما قلبك تهيأ وانجرف. عد الغلط مفتاح شباك البياض وعدني، مفتاح قلبك كل ما قلبك تهيأ وانجرف. اشرع صباح الغي فيك وفيك للغي يهدني، تقدر وهذا برق واسمي لك تيمم وانصرف. صمتي يسدك وانكسار البوح فيك يسدني، يعني جمعت اقصى طرف لو جاء انا باقصى طرف. من غيرك اجمل وانت وحدك في الشتاء تتودني، من غيرك اكمل وانت جرح وكثرة جروحي ترف. هذا الغلط يعني كثير من الظروف تحدني، ليلة وصلتك مستقيم وداخلي طفل انحرف. وان كان شح الصبر فيك ولا قدرت تردني، قول انك اول من عرفني وانك اخر من عرف. عدنا معك عزيزي المشاهد بعد هذا الفاصل، والشاعر المبدع عبد الله الحيلان. يا مرحبا يا عبد الله. الله يبقيك طال عمرك. كان لك راي في مساله التصميم، وانا والله صراحه خلني اصير معارض لك اليوم. ابد اللي تبي. انا من رايي يعني انه يكون الشاعر يعني من باب خدمه نفسه، خدمه نفسه. وانا اكاد اجزم يعني
ان اغلب الشعراء كلهم يخدمون نفوسهم. يعني انت يعني تقع على عاتق غيرك مسؤوليه وعلى عاتقك انت مسؤوليه اعلاميه حق نفسك. انا ما اتكلم عن اني والله انا قاعد واقول شعر واللي يعجبه يصمم لي واللي ما يعجبه. اخوي انا شاعر، اللي علي الشعر، انت مصمم عليك التصاميم، من يجيك اقول لك صمم لي؟ انا شاعر يا ولد، يا ولد وينك، انا شاعر تعال صمم لي. لا يا اخوي انا ما اقصد بهالصوره، انا اقصد طال عمرك انه يعني من باب يعني سؤال بدر عبد المحسن في يوم من الايام، قالوا ان انت خدمت شعرك ماديا، قلنا في فتره من الفترات. بدر بن عبد المحسن امير طال عمرك، والله مرهي عليه. لا لا في ناس غير في عاديه، يعني انت الحين التصميم بياخذ منك 5 دنانير مثلا او 3 دنانير، ما يكلف عليك. لا ما لكن في شعراء معروفين الان يمشون رواتب حق المصممين عشان يطلع باحسن صوره، هذا قصدي. مو قصدي انك انت والله تلمع نفسك بانك لا انت شال تستاهل، بس اتكلم انك مو عيب انك يعني انا اقصد ما هي مو عيب، هي ما في مساله اظهار القصيده بشكل حلو. ما هي مساله عيب، مساله ان اخوي الله مرهي عليهم وعندهم فلوس ودرام وراحه وريدي. ما عندك شيء؟ لا انا ما عندي شيء، انا طالب يعني 200 دينار طال عمرك. يقول ليش طالب يعني 200 دينار وريدي هذول فلوسهم واجد، الله يرزقهم يرزقهم. طيب من افضل عندك بوجهه نظرك، انستغرام ولا تويتر؟ جو عام، جو اكثر نشاط يعني للشاعر، يعني تحس انه صحي اكثر. تويتر توثيق بيوتك. نعم. الانستغرام لا جوه حلو، والعالم الحين في الانستغرام اكثر من العالم اللي في تويتر. هذا مربوط بهذا يعني. ايه بس لكن في الانستغرام النشاط معهم والتفاعل معاك اكثر من نشاط متفاعلهم في تويتر. لانه في فيديو في فيديو في الكومنت. طيب تتفاعل مع متابعينك ولا من النوع اللي لا اكتبوا لك تعليقات؟ ما لا انا لا اكتبوا لي تعليقات ما ارد، ما ترد الا ان اغلب الردود صح لسانك يا سلام عليك الله. طيب انا برد عليك بقول لك الله عليك والله يسلمك وصاحب دينك. تدري اني لا رديت عليك بقول لك من واحده من الثلاث كلمات هذه، والردود راح تكون واجد يعني تجيك 20 رد وانت منزلها، ومثلا منزلها وداش الديوانيه. مو تواضع منك عبد الله انك تقول ترد عليهم مشكور في 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 صور تلقاني رد عليه، في صور تلقاني ما رديت عليه، والاغلب اللي ما رديت عليه بيني وبينك. اي ف ما تخاف انهم يعني يقلون بعدين، نقول هذا مطنشنا يعني كل ما ما هي ما انا انا لو مطنشهم ما نزلت صور وما نزلت غير تصاميم وما نزلت. بس يفرح المتابع او المحب او المعجب انك انت تتفاعل. انا حاط لهم اسك مي طال عمرك، يسالوني ويبشرون في اللي بجاوبهم، اي سؤال يحطونه برد عليه حاط. ممكن الا بعض الاسئله عاد اللي ما لها داعي ما راح ارد عليه. طبعا اكيد ما في الاسئله اللي تحس ان للشعر يعني. انا والله ما ادري المعد حاط السؤال هذا خالد الله يجزاه خير، يعني ذروه الشعر بالنسبه لك انت يعني باي عمر تقريبا تحس ان ذروه الشعر قوته؟ ما اتوقع انها له عمر. ما في عمر محدد، يعني يجيك شاعر عمره 50 سنة فاشل، يجيك شاعر عمره 20 سنة 21 سنة يصفط هذاك على جنب. ما له عمر معين انك تكون خلاص وصلت مرحلة ان انا اقوى شاعر بالعالم. لا. وفي واحد عمره 20 سنة شعره ضعيف. في واحد 20 سنة ضعيف، في واحد 50 سنة مبدع. مبدع ايه. فما لها قضية الابداع ما لها فرق. ما لها عمر. عاد هذا سؤال خالد حاسبه اللي طلع. والله ما ادري يمكن حاط ذروه. طيب مواقع التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام، معروف عنك مهاجم جدا للشعر النسائي. ليش؟ مو هو هجوم، انا تلقاني اتابعهم بعد. هو ما هو هجوم كثر ما هو شبه جحده. انه ما تعترف فيه. ما اتقبل، انا اقراه زين واؤمن انه شعر. بس ان هل فعلا اللي كاتبه مره؟ انا ما ادري. لاني ما استقبلها يا اخوي. يعني لان في بعض البيوت مثلا نفس رجالي تحس مش نفس رجالي بس حتى الكلمه اي يعني مثلا انا راضي هي تقول انا راضيه، تلقاها في البيوت اللي عندها تقول انا راضي. وين رايح الله يخليك لنا؟ ما يصير. صح صح. فهذه يعني يعطيك انه شوف هذا مو هو تؤمن في الشعر النسائي ولكن ما تبي الاقنعه اللي خلفها رجال وكذا. مش ما ابي الاقنعه، يعني يمكن ما في شعر نسائي، يمكن كلهم رجال، يمكن فعلا بنات ويكتبون لكن ما تقبلها منه. مرت اسماء في الساحه مميزه، قدموا شعر نسائي جيد وسووا لهم امسيات وسووا بعضهم
الله يوفقهم ان شاء الله ويرزقهم متابعين. اللهم امين. لا مبين تجهمك من ناحيه الموضوع هذا. طيب كمسمى امسيات بعدين يسموها اصبوحات. يعني في شعراء يقول لك الامسيه كاسم مرتبط جدا في الشعر، انه يعني يقال في الليل يعني. فطلبة الجامعة وكذا ذريعة يعني حطوا اسم سموها صبوحة عشان عشان حضور المحاضرات. مش صبوحة هم يسوونها بعد الساعة 12، بعد الساعة 12 تعتبر أمسية. صحيح. لكن صبوحة يمكن احنا نعترف فان الصبح عندنا كل النهار يمكن. واختلاف الأسامي نفس عبد الله الصبوحات بالجامعة، ما قاطع كلامك. أسلم. الصبوحات بالجامعة تعتقد الحضور المتواجد اللي جايك اعجابا في الشعر، في ناس يقولون جايين لتجزيرة الوقت ما بين المحاضرات. تشمتون بعد. بعد؟ ايه في شماتة. وجهة نظرك انه يعني فعلا هم محبين الشعر ولا؟ والله تلقى اللي حتى مو طالب جامعة وجاي يحضر الاسبوعها ويمشي. يجي من برا. يجي من برا ما هو طالب جامعة. صحيح. يحضر الاسبوعها ويمشي. صحيح. اللي يدورون الشعر موجودين والشماتين موجودين. الله يعينك عليهم كلهم. زين انت من النوع اللي يستفز بسرعه في الامسيه لو واحد قال كلمه مثلا من الجمهور، واحد فوق واحد او قال كلمه كذا علي يستفز يعني. ولا عامل حاجز بينك وبينه بتقدر عادي تتحمل الاشياء هذه؟ لا هو لو وجه لي كلمه مثلا انا برد عليه حتى لو اني في نص قصيد. برد عليه وبكمل قصيدتي عادي. بس خربت البرستيج حق الامسيه. يا رجال هو خربها انا ما خربتها. نسمع قصيده عبد الله. بما ان في شهر 9. ايوه. ألا كثر التهاني ما فرحت لا هدى لي بال، من يرد الليالي الماضية ويجدد أعيادي، كبرت ولا كبر غير الحنين وشرحة الجوال، على صوتك تغافلني غلاك وجيت متمادي، حبيبي هذنا بين الظنون وخيبتي رحال، تكابرت ابتسم والذكريات تجري إسهادي، حبيبي لا تلوم الحزن فيني والضيوف أطلال، أنا أبو اليتامى بالجفا ودموعي أولادي، فقدتك يا بعد من لام دمعي لا طريت وسال، كثر ما صرت أكره غيرتي لا غذة عنادي، تعال تعال اجمع بقايا عاشقك وامطرف بالآمال، تعال وراضني حتى لو أني الظالم البادي، أنا ماني بحاجة ساعتك وغيابك القتال، أنا محتاج تهديني الفرح في يوم ميلاد. يا سلام. صح لسان صح بدنك. قصيدة عبد الله بينك وبين نفسك شعرت بأنك ما تستطيع تجاوزها، محبينها كثير وخذت صيتها وكانت محظوظة أكثر من قصائد الثانية، وبينك وبين نفسك تقول شلون أتجاوزها يعني. هو التجاوز اللي أنا قلتها عندي له معنيين، المعنى الأول أني أكتب أحسن منها، المعنى الثاني أنها توصل أكثر من القصيدة اللي صارت. القصيدة هذه اللي قلتها في 48 إذا جاد السهر خذت مساحة كبيرة، هذا اللي خلاني أسجلها شيلة وانشرها بعد لأنها خذت مساحة كبيرة. ما بعد هذا النص جت نصوص أجمل عندي أنا؟ إيه جاء نصوص أجمل. وجهت نظرك أنه في أجمل منها؟ فيه أجمل منها لكن بس الجمهور مو متقبل، يمكن لأنه هو ظهور عبد الله الحيلان ظهر لهم في القصيدة هذه. صحيح. فحبوا القصيدة هذه. القصايد الباقي يمكن تعجبهم لكن ما هي نفس القصة هذيك، فارقة لحالها. هذا اللي يجلن وراه. كانت له هيبة المسرح في ذيك الفترة لما قلتها؟ تحس انك نسر وانت على المسرح صراحة. الله يوفقك يا رب. اجمعين طالبك. طيب لو دعيت بأمسية عرس. حلو. على نطاق ضيق يعني. تروح؟ رحت انا أمسيتين. أمسية كانت في الصداوي. ومعي شعار ابناء عمومتنا كلهم. سويت امسيه ثانيه في عرس في الدمام يعني تقبل ايه كان معي شاعر الوطن الملقب شاعر الوطن اللي فاز بشاعر الوطن في المملكه سعود القت شاعر أيوة الكبير أيوة. احضرها بالعكس عادي بس مثل ما قلت لك كل منبر قصيده هناك. طيب ما تجيب غزل انسى غزل. عروس ما حضر نهائيا هذه؟ لا انا لا بالله احضر مناسبات وكذا اجي اجامل اسلم وكذا وامشي. لا يا اخوي هو عرس ما دعاك الا هو مردة. لا 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 مردة فيه. إيه عارف 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 ولا يقول سوء تنظيم لا اكثر ولا اقل. مو سوء تنظيم لانك لا جيت طاوله و
لا لا مو مو طاولة نفس طاولة نفس طاولة نفس طاولة الحين بعض المسبوحات المنسيات ما في ماي عفوا ليه نفس طاولة ما فيها ماي إيه في مسبوحات ما فيها ماي والمايك يروح والمايك من واحد لواحد هذا العادي المسألة هذه في العرس في العرس يمكن اللي ما يخلي الشاعر يجي إنك وأنت تقصد تسمع ناس تسولف العالم جاي عرس أكيد بلاقي واحد مبطي عنه من جماعته توه لقى أكيد إنه بيتحفاه وبياخذه في العلوم وين وش سويت وش دارت بك الأيام أنت جاي وتلقى ناس يسمعون قصيدة منهم أغلبهم اللي يسمعون قصيدة تلقاهم الشيبان اللي حاضرين العرس ما في مشكلة في مسألة المناسبات في مسألة الحضور لا لا بالله كان عز عليك وكذا إيه بالله لا بالله حق واجب أحضره وبقصد ما في شك طيب نسمع قصيدة حاضر قول لابد الليل تمادى يا منيرة يسمر الشاعر مع وزنه وقافه ويفتح مع الذاكرة قصة قصيرة ويتنقل من كلافه في كلافه الهوى كانها الرحات المستديرة بين نسمات الحدائق والصرافة والحبيب اللي تنحى عن مسيره لا يزال باغة البال بلطافه له من إحساسي وتفكيري كثيره يا كثر ما حنله وصاله وخافه والله اني ممتلي ضيقه وحيره من يدل المركب التايه ضفافه كل ما افكر بعقل اقول خيره وين خيره زادني بعده نحافه علميني ويش اسوي يا منيره انتهيت راب الجروح بالمساس يا سلام يا سلام يا سلام سؤال سؤال شعر المدح عبد الله الله معه ضده لا بالله معه خلي العالم تمدح اللي يستاهل وكان جاهم منه شيء لا يردونه ويسترزقون من وراه والله يوفقهم ويوفقنا معه آمين آمين يا رب آمين لا في ناس يقولون هو أب الشعر يعني هو المدح اي نعم هو الأساس يعني تنحدر تحته جميع أغراض الشعر وكذا لأنه صعب هو تلاقي تبي تمدح كم شاعر قبلك مدح والله امس واحد من الربع العزيزين شرواك مانع العازب شاعر مانع العازب يقول من اسهل نعم ابو فهد عليك زود طيب كرم الخير يقول من اسهل الشعر المدح اسهل شعر والله ابو فهد ما ادري انا شلون يكتب قصيده اصلا يمكن يكون في حالات ثانيه الله يخليه لنا شاعر مبدع ما في شك مبدع والله يخليه لنا بس لا انا اشوف من اصعب شيء المدح لانك انت شاعر وتحس انك تبي تفرق تبي توصل مكان بعيد لازم انك اي قصيده تكون فارقه عن القصايد الباقي طيب حتى لو بتمدح المدح صعب قبلك ألف واحد مدح بتقول يمينه الطايله وبتقول كريم سبله وبتقول قبل كلهم قيل لازم انك تجيب وصف ثاني مختلف اشياء ثانيه طيب السؤال الاخير وهي الختمه اللي تبي والشرف شوفتك يا عبد الله الله يرضى عليك الشرف اللي طلع جديدك نبي نعرف جديدك المستقبلي واخر كلمه عندك جديد طال عمرك فيه لقاء تلفزيوني في الإمارات إن شاء الله أني راح أطير لنص شهر 9 بالتوفيق إن شاء الله أجمعين طال عمرك والكلمة الأخيرة أنا أشكركم وأشكر المعد خالد مريحي وأشكرك يا أبو خالد على هالاستضافة الجميلة يطول وسررنا في مواجهكم وفي لقائكم الله يحفظك الله يرضى عليك بهذا أعزائي المشاهدين نختم هذه الحلقة من حلقات برنامج الوجوه مع الشاعر المبدع عبد الله الحيلان أنا أخوكم أحمد المطيري في أمان الله صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا أكيد زعلان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة وانت زعلان لا أكيد زعلان تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا ما عادك تبان
فاجأتني باتصالك يا منيتي كيف حالك والقلب عتبان لا لا بالحيل عتبان بيعك واخدت ضيمك ترى قدمك ندمك بيعك واخدت ضيمك ترى قدمك ندمك ما شفت الإحسان لا لا جزايا الإحسان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان روحت ما أدري علامك حتى بخلت بسلامك تراني إنسان لا لا أكثر من إنسان ما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله ما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله غرقان غرقان لا لا بالحيل غرقان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان ولي من البعد ولي مقواه يا قل حلي في بعض الأحيان لا لا في كل الأحيان أخاف الأحام طيري ينزل على كف غيري أخاف الأحام طيري ينزل على كف غيري وعيش ندمان لا لا بموت ندمان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان جيتوها لمرحبا بك مسموحة حضرة جنابك لكن من الآن لا لا اسمع من الآن لو غبت عني دقيقة من عقبها في حريقة لو غبت عني دقيقة من عقبها في حريقة وان قلت غلطان لا لا ماني بغلطان صدتك عني غريبة لا والله إلا عجيبة هو أنت زعلان لا لا تكسى على اللي يحبك ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان لا لا ما عادك تبان والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي في القرب حرمان لا لا وفي البعد حرمان والشوق لو جاء محلي بقوم أوضي وصلي في القرب حرمان لا لا في البعد حرمان